عبر الزوم وليد الحديدي من قلب الاحداث. انا مش عارف واقف لي فين ده. ازيك يا وليد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. شكلك وقعد في اوضتك ولا ايه دربش؟ انا في الاوتيل بقى من النهارده، اوكي. الهدوء الذي يسبق العاصفه، العاصفة. فانا كده باخد راحه وريست علشان نبدا الحرب العمليه والمهنيه من بكره ان شاء الله، مع وجود بقى ريال مدريد في الرباط. وانا جيت الرباط من حوالي ساعتين، وريال مدريد في الانتظار التدريب بكرة إن شاء الله، هما وصلوا خلاص التدريب يعني؟ الأول يعني على وشك الوصول، لسه ما تبلغناش بشكل رسمي إن هم وصلوا، بس أعتقد يعني في خلال دقائق وصلوا ممكن خلاص يكونوا يا موجودين وليد. في الرباط. انت لسه واصل يبقوا الرباط يا وصلوا وليد؟ في مش الرباط، هوصلوا. وصلوا قبلي بقى، فهم بكرة إن شاء الله التدريب الرئيسي بتاعهم، لكن هيبقى بص، قبليه هما بفترة هما بتاع احنا الساعة انت 11 ل 12. بتكلمنا، احنا حاطين على ويندو معاك نزولهم من الطيارة كويس، ندل على في سلامتهم. المغرب. ناقصين 6 أسماء مهمة، أكيد أنتوا اتكلمتوا يعني في يا البداية بيه، جامايكا عن الأسماء شغال، اللي ناقصها في جامايكا الرباط. شغال، واحنا قلنا بس برضه عشان ايه يلاقوا حد يلعبوا بيه، احنا كان ممكن نكمل طبعا كفاية عليهم كده بس احنا قلنا يعني، عشان بص يلاقوا حد يلعبوا بيه بس. أيوه كفاية عليهم كده علشان برضو يبقى في ماتش في الآخر، ما انت هو الأهلي مش بتتكلم في هياخده بالاتحاد. انت بتتكلم كريم بنزيما، بتتكلم في هازارد، ميليتاو، كورتوا، لوكاس فاسكيز، بتتكلم في مندي، في حد تاني؟ لا هم 6 أسماء طبعا، ومعظمهم لعيبة أساسية ولعيبة مهمة يعني، في أسماء ممكن تلحق الماتش الثاني إن شاء الله، يبقى ماتش المركز الثالث والرابع بقى، يعني في كلام إن بعض الأسماء ممكن تلحق المباراة الثانية، كريم بنزيما بيحاولوا يجهزوه إن شاء الله ما تبقاش النهائي ولا يبقى زي التالت ما قلت ورابع لك. ما ياخدوا برونز برضه، ما برضه احنا بنحب الريال بصراحة. فلازم نرجعهم بميدالية، بس مش آخر يعني، مش ما هو ما هو الريال، مش أعلى من برونز. بص يا وليد خد مني، الريال وفلامينجو تالت ورابع، الاهلي والهلال فاينل. واذا بقول لك ايه، واذا اتقلبت هنبدا اليوم من تحت يعني، فاهم؟ هنخلي الفاينل هو الماتش الاولاني والتالت والرابع هو الماتش التاني. بالظبط، فيعني ايه، فخلينا كده محافظين عليكم لحد يعني ارضوا بالقليلكم علشان تلاقوا حد تلعبوا بيه. بالظبط. وبعدين يعني مودريتش والواد التاني اسمه توني كروس والناس دي، انت بقى اليو ديانج وحمدي فتحي والسوريه خلصوا على اي حد يعني، ما عندناش. لا، الاهلي الحقيقه عنده اسماء قويه، وعنده لعيبه كبار، وعنده لعيبه العالم كله بقى بيتكلم عنهم دلوقتي، الاعلام الاسباني بيتكلم عن نجوم طب الاهلي بذمتك باسمهم. مودريتش كام سنه؟ مش مودريتش 38؟ داخل على داخل على 39 اهو. طب يعني اليو ديانج ده ما لعبش مكانه؟ قال لي ديانج لعيب كبير طبعا، لا لعيب كبير، ومكانه في اوروبا، مفيش مدرب عالمي واجه اليو ديانج مع النادي الاهلي، سواء في كاس العالم للانديه اللي فات او في كاس العالم للانديه دي، حتى الراجل مدرب اخرهم مدرب سياتل ساوندرز الخارج يتكلم عنه بالاسم، يعني يقول ان في لعيب كبير انا بقول واخد يعني ملعب هو النادي. خد بالك في الاهلي انت بتتكلم في 4 5 شهور وشكرا، مش هيكمل، صعب. يمكن ده يديك برضو تفسير ليه الاهلي بيحاول يدعم الحته دي بمروان عطيه، ومن بعده القندوسي وهو طبعا برضو لانه خد محترف. بالك اليو هيجيله كمان عروض كبيره، وهو حتى في الشتاء ده جاله عروض الاهلي ما اعلنش عنها، بس جاله يعني عروضه بارقام كويسه، وهو كمان طموحه وامكانياته عاليه جدا بصراحه، وبتصور ان هو مش هيكمل. لكن من متابعتك للاهلي بقى النهارده والتدريب والتركيز في ماتش الريال، اخر الاخبار ايه؟ التدريب النهارده طبعا كان مغلق، هم وصلوا الرباط امبارح بالحافله يعني بالاتوبيس، واتمرنوا النهارده الساعه 12 الظهر، التدريب كان مغلق امام وسائل الاعلام، لكن عرفنا ان الحمد لله اللعيبه كلها يعني كويسه، ما فيش اي مشاكل، كل اللعيبه جاهزه. كولر عرفنا انه بيفكر يعني بيلعب بنفس التشكيل للمباراه الاولى بقى مش المباراه الثانيه، رجع الثلاثي، ممكن يعني يستعين بس بيرسي تاو كأساسي في مفاضلة بينه وبين الشحات، لكن هو بيفكر يرجع محمد شريف وأحمد عبد القادر يا يبدأ راجل فيهم فضلة المباراة بينه طبعا وبين مع حسين صح. الشحات ايه؟ ده الريال لعبة الشحات طبعا، من بس ماتش العين. الحقيقة
ماتش العين الشحات هو اللاعب الاهلي الوحيد اللي واجه ريال مدريد رسميا بالمناسبه في 2018 مع العين، ونتذكر له يعني فرصه شهيره. هو طبعا طول المباراه الحقيقه كان عامل مباراه كبيره رغم ان العين خسر المباراه، حسين الشحات كان عامل مباراه كبيره جدا، كان من احسن، اولا من احسن لعيب البطوله، وكان من احسن لعيب العين في المباراه دي. في كوره كده خد دفاع ريال مدريد واحد ورا الثاني ورقص لما كورتوا ولعب لا ولما رقص الواد اسمه ايه دباك اللي راح باريس سان جيرمان، انا بنسى اسمه والله، راموس، هو راموس، لما ده خد شاطها في الاخر جت بطار صلاح. يعني كان على مقربه من ان هو يهز شباك الريال، خبطت في رجل راموس الكره وخرجت بره. ان شاء الله يعوض ده بقى باذن الله في الماتش الجاي بعد كان بكره. كهربا بيقولوا عنده مشكلة في ال عنده اجهاد شوية في العضلة الخلفية او العضلة الضمة، مش عارف يعني، وان الراجل ريحه شوية امبارح. هو عموما الاجهاد على كل اللعيبه عندها اجهاد، وكولر اتكلم عن الموضوع ده بعد المباراه الاولى وبعد المباراه الثانيه، وقال انا يمكن من الحاجات اللي خلتني اغير الثلاث اسامي اللي قدام في الماتش الثاني وهي فكره الاجهاد، لان انا عندي مهام كتير بتتوزع او تكون مطلوبه من ثلاثي الهجوم، وبالتالي كان صعب ان هم يلعبوا ماتشين فارق بينهم 3 ايام بس. وهي دي مشكله الاهلي الرئيسيه. الاهلي خلي بالك بدأ البطولة بمعسكر في تطوان، لعب في طنجة وكمل في طنجة، لعب أول مباراتين وبعدين انتقل من طنجة للرباط، ودي رحلة كان، وبرضه كان غريب إن النادي الأهلي يسافر بالباص، لأنه الحقيقة رحلة الباص بتاخد 3 ساعات ونص أو أكتر من كده، مع إن القطار السريع هنا بياخد ساعة وثلث بس، وقطار مريح جدا يعني، قطار بمواصفات أوروبية. فبرضه كان غريب ان النادي الاهلي يلجأ، يمكن هم كانوا حابين يستمتعوا بالاجواء وبالطريقه وخلافه، لكن الرحله برضه كانت مرهقه. الاهلي النهارده التدريب عشان كده ما كانش قوي، يعني كان تدريب الى حد ما يعني بيحاولوا يفكوا بيه العضلات، وبتوع الاحمال اشتغلوا ان هم يعني يريحوا اللعيبه من الضغط اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت، انتظارا بقى للتدريب اللي هيكون الرئيسي والاساسي بكره ان شاء الله على ملعب مولاي عبد الله الملعب الفرعي بعد المؤتمر الصحفي. يعني هو في مؤتمر صحفي اولا لانشيلوتي كارلو انشيلوتي، وهيبقى معاه احد اللاعبين لسه لم يتم الاستقرار على اسمه، و بعدها الساعة 12 إلا ربع هيكون في مؤتمر برضه في قاعة المؤتمرات الصحفية الملعب مولاي عبد الله لمارسيل كولر، وغالبا هيكون معاه محمد الشناوي. بعدها 12 ونص، وكان الأهلي غير ميعاد التدريب، يعني كان الأهلي هيتدرب بكرة الساعة 9، رجع تاني غير ميعاد التدريب خلاه 12 ونص الظهر عشان يكمل في نفس الوقت اللي بيتمرن فيه من أول ما جه المغرب. هو دايما النادي الأهلي من ساعة ما جه المغرب بيتمرن 12 الظهر، ما بيتمرنش بالليل مع ان الماتشات بتتلعب بالليل، لكن هو مستقر ومستريح في الميعاد ده، وبالتالي هيتمرن 12 ونص. التدريب هيكون مفتوح ان شاء الله لوسائل الاعلام بكره، وهيكون فيه برضه لقاءات مع كولر ومع اللعيبه. تدريب ريال مدريد هيكون على مجمع محمد السادس، مش على ملعب مولاي عبد الله. هيكون الساعه 6 مساء، والتدريب برضه هيكون مفتوح لوسائل الاعلام بكره ان شاء الله. وفي قرار النهارده عرفنا ان اللجنه المنظمه خدته ان مباراه الثالث والرابع كان المفروض هتقام هنا في الرباط، يعني في نفس اليوم بتاع المباراه النهائيه قبلها، زي ما بيحصل في كل كؤوس او معظم كؤوس العالم للانديه اللي فاتت، ان مباراه الثالث والرابع بتبقى على نفس الملعب اللي بيتلعب عليه المباراه النهائيه، بيبقى فاصل بينهم مثلا ساعتين ولا حاجه. لكن اتخذت النهارده يعني او قرار من اللجنه المنظمه ان مباراه الثالث والرابع هتبقى في طنجه مش في الرباط. وده طبعا خبر بالنسبه لنا احنا كوسائل الاعلام هو خبر سيء، لان احنا في الاخر كنا موجودين في الرباط، ويعني هنغطي الماتشين في نفس الملعب في نفس اليوم، مش هنضطر نضحي بمباراه على حساب الثانيه. لكن بالنسبه لنا دلوقتي يعني وسائل الاعلام هتختار مباراه من المباراتين، يا اما هتغطي مباراه المركز الثالث يا اما هتغطي المباراه النهائيه. احنا هنغطي الاهلي يا وليد، راح بقى ان شاء الله. الاهلي مكمل في يبقى الرباط، النهائية إن شاء الله، ما الاهلي يبقى مكمل في المباراة الرباط ما النهائية. تقلقش.